زي ما قلنا النهارده يوم مش عادي، لان هو اليوم العالمي للعنف ضد المراه، في مناهضه العنف طبعا ضد المراه. وخليني اعرف من حضرتك، احنا امتى هنخلص من الكابوس ده؟ يعني امتى هنخلص منه خالص؟ صعب، لان طول ما في الحياه، الحياه مبنيه على خير وشر من بدايه الخليقه والحياه، يعني من قابيل وهابيل، والحياه فيها دايما الخير، صراع ما بين أكيد. الخير والشر. فامتى هينتهي خالص؟ احنا يعني ما نقدرش نقول امتى ده حاجه تنتهي، لكن لان طول ما في بني ادمين وطول ما احنا في هذه الحياه، ودي طبعا ظاهرة عالمية، يعني مش هقول هنا بالظبط، في هي مش في مصر، مصر ولكن هي بس. طبعا يعني سلبية أو شيء سلبي موجود في العالم كله. فإن شاء الله نتمنى أن الظاهرة تنحصر، أنها تقل، أنها تبقى شبه مش موجودة، إنما ما نقدرش أبدا أن احنا نقول أنها تبقى عاملين معدومة خطة تماما. ان مثلا في سنة كذا هيكون، مش هنقول زي ما حضرتك قلتي هننهي عليها او نقضي عليها تماما، بس هيكون خلاص قلت بنسبة كبيرة جدا. ان شاء الله مع التوعيه الكبيره اللي بتتعمل، مع حملات زي حمله ال 16 يوم اللي بتتعمل كل سنه، اللي بيطلقها المجلس بالتعاون مع هيئه الامم المتحده، وبيبقى فيه شغل كبير عليها، وزي ما احنا شايفين ان في جامعه الدول العربيه فيه اهتمام دلوقتي، بقى فيه وعي الحقيقه، سواء محلي او اقليمي او دولي. فكل ما بيبقى فيه وعي اكتر، كل ما بيبقى فيه حملات، وفي دلوقتي كمان الاهتمام بشباب الجامعات، لان هم دول قاده المستقبل خلال سنوات قليله، بيبقى فيه تركيز أكتر على انحصار هذه الظاهرة وكيفية مناهضة العنف ضد المرأة بالفعل كمفهوم احنا كلنا محتاجينه في المجتمع. حضرتك ذكرتي شباب الجامعات، ومن خلال المجلس القومي للمرأة واضح ان انتوا كمان بتنزلوا وبتعملوا حملات ومبادرات دي حقيقة الاستجابة بقى، يعني استجابة الشباب اخبارها ايه؟ كبيرة كبيرة جدا، فعلا وفي تعاون كتير جدا. طبعا، واحنا في أكاديمية الفنون كنا عملنا من سنتين نفس ال 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، وكنا أطلقناه من أكاديمية الفنون تحت شعار كوني، وكان ده يعني معرض للفن التشكيلي، وكانت مسابقة أطلقها المجلس بالتعاون مع الأكاديمية. والحقيقة كان في عدد كبير جدا من الشابات والشباب اللي شاركوا وفازوا، وكان في نسبة 40% من الشباب المشاركين. حضرتك عارفة يعني إيه ما يبقى في عندك 40% شباب ذكور؟ على فكرة نسبة هم كبيرة مش صغيرة طبعا، ويبقى طبعا. هم كمان، الواحد لما بيبقى فنان أو مبدع وبيقدم أو بيتبنى هذه القضية ويطلقها من خلال احد اعماله او احد ابداعاته، بيبقى عنده ايمان اقوى ده حقيقي. يعني بهذا المفهوم وبهذه القضيه بشكل عام. وده كان الحقيقه كان توجه جميل جدا لما عملناه. والسنه اللي فاتت كان في برضه معرض في ال 16 يوم، السنه دي في اهتمام اكتر بالجامعات المصريه بشكل عام. بس انا شايفه ان انتوا كده بتستهدفوا بس شباب الجامعات او من سن معين، لا 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 لكن خالص، انا مفيش هقول لحضرتك بالتوازي بيبقى فيه، لا هي دي بتبقى معموله يعني هنا في القاهره، ولكن في المحافظات 27 محافظه احنا لينا 27 فرع للمجلس القومي للمراه، 27 فرع بيبقوا شغالين على حملات توعويه وعلى ندوات طول الوقت. لكن احنا السنه دي بنركز اكتر على شباب الجامعات في المنيا واسكندريه والقاهره وجامعه عين شمس، يعني في جامعات كتيره الحقيقه في اهتمام، لان الشباب محتاجين ان احنا نركز معاهم. يعني والازواج بقى، الازواج يعني هي دي كاتيجري او فئه تانية خالص، لان ما العنف انا بقول برضو لحضرتك يعني بارلل بيبقى ماشي كمان معاها، اللي هي الحملات التوعويه في جميع المحافظات. ايه اللي ناقصنا؟ مش هقولك علشان نقضي على الظاهره، بس يبقى يعني نحد من هذه الظاهره، ايه اللي ناقصنا هنا في مصر؟ اولا وعي، احنا محتاجين وعي في حاجات كتيره جدا الحقيقه، فالوعي ده شيء مهم قوي. الحاجه الثانيه ان احنا نفهم الدين بشكل صحيح بشكل سليم، ان احنا نغير الثقافه الذكوريه الموروثه او الموروثات الخاطئه اللي احنا موجوده في مجتمعنا او في المجتمعات العربيه بشكل عام، محتاجين ان احنا نغيرها ونعلم ولادنا من الصغر يعني ايه مساواه، ويعني ايه احترام الاخر، ويعني ايه ان البنت والولد زي بعض.